زيت ايترو تنديرو فيه 100 غرام ديال الثومه، هذا اساس. وكل واحد بيبي شهرين او ناس كبار عندهم 80 90 عام كلهم اللي تياخذوا زيت زيتون فيها الثومه مرقده تقطيره شراب ودهن، سبحان العظيم الدقه ديال 30 عام ما تتبقاش. اذا فلا بد نحترموا هذا الزيت، تكون بلا ملحه، نديروا فيها الثومه 100 غرام ترقد بين 3 ايام حتى الاسبوعين، وداك الثومه ما تخافوش منها، تقدروا تشدوها تطحنوها تزيدوها في الماكله. بغيتي تخليوها في الزيت لا باس، انا تنفضل انها تبقى حتى شهر شهر ونص، وتاخذوا الثومه تطحنوها تزيدوها في الماكله، وداك الزيت تقيدوا فيها التاريخ فوقاش درتيو فيها الثومه، وفوقاش خلطتيو الزيت مع الثومه، وثم تستعملوها في الثلاث شهور الاولى حتى العام ما كاينش مشكل. فقط مزيان تكون عندكم موجوده، غير توصلوا للنص وجدوا ايترو اخر تاع الزيت فيه الثومه، باش ديما هذا الاسلوب الوقائي يبقى حاضر. ثانيا تكون عندكم ديما البصله في الدار، وحاليا هذا العام البصله كثيره والبصله موجوده، فحاولوا ديما البصله تكون عندكم في الدار مزيان، خصوصا فتره البرد تتعصروا بصله تديروا اله مزيان، تنحطوا تنقشروا البصله وتنحطوها في الاله تعطينا غير الماء. هذه الاله تتسمى لا سنتريفيجوز، بمعنى تطحن وتتفرق بين السائل اللي هو الماء العصير والشيء اللي قصح تتعزلوه بوحده. اذا كاينين دو فاز، اون فاز سوليد اون فاز ليكيد، لا سنتريفيجوز تتفرق بيناتهم فتعطينا السائل اللي هو العصير، وتعطينا شيء التخت، داك التخت ما تلوحوش، ممكن تشدوه تطحنوه وتربطوا على يديكم الا كان الالتهاب او الا كان شي تعفن او كانت حساسيه، بخصوص الناس اللي عندهم البارس او البسورياسيس او عندهم حساسيه، داك البصله مطحونه تنشدوه تنطحنوه على يدينا، او عندهم رجل بردانه او عيانه او فيها التهاب او فيها بروده تنشدوها تنربطوها على يدينا، داك البصله هذاك البصله القصح ديالها اللي تيبقى بوحدو. اما العصير تنشدو معلقه جوج ثلاثه، نخلطو مع كاس الماء مغلي ومعلقه د العسل، وتناخذوها ثلاثه اربعه خمسه د المرات في النهار للعلاج من جهه، او الى بغينا نستعملوها في حاله الاستعجالات. وعندنا في الحالات الاستعجالات وليدات بيبي مثلا شهرين ثلاث شهور، تزيد الزيتون اللي فيها الثومه معلقه صغيره جوج خواص درهم من ذاك الخنق، وهذا الخنق هذا ما تيخليهمش ياكلوا تيكونوا مخنوقين، ما تيخليهمش يرتاحوا ولا ينعسوا، تيبقاو ديما منزعجين. فحنا ملي تعطيهم هذا الاسلوب فاعطينا نتائج هائله. ثانيا انه الماء والبصل غالبا الا كانوا صغار بحال شهر عام عامين ثلاث سنين، تنديروا شويه البصله عصير معلقه كبيره مع شويه الماء وعسيله وتيشربوه، ولما لا كل نص ساعه ثلاثه مرات في النهار يشربوه، تبداو تيخويو اللي في صدرهم وتيرتاحوا، وكثير الناس الحمد لله ناسوا في امان الله وحفظه. اذا فهذا الاسلوب في علاج البرد والحساسيه ديال البرد ونزلات البرد من اروع ما كاين حاليا، بان على انه هذا الماء والبصل والعسل، غير الماء والبصل بوحدو، كثير الناس كانت عندهم شحمه في الكبده لاستياتوز، طبيا لا تعالج ثلاث شهور تتعالج، ولكن تناخذوا الماء والبصل ممكن مع العسل اللي ما عندوش السكري، ممكن نضيفوا طلع النخيل او شويه المعدنوس ونستعملوه توا خمسه سته المرات في النهار الى سبعه المرات، ممكن ثلاث شهور لاستياتوز ما تتبقاش، الكاماجيتي تتقد، هذه من التحاليل ديال الكبد اللي تبدا، لي ترانزاميناز تيتقدوا، دالي ان نقينا الكبده ليس فقط من الشحمه اللي وراها حتى الكبده ترجع للعمل ديالها الصحيح، وهكذا كثير من امراض الكبد يمكن نضبطوها. عندنا في اوروبا الناس اللي اتصلوا عن طريق الماء والبصل استطاعوا على انهم يبنيوا ظفار جداد، وطبيا مستحيل تبني ظفر جديد. بالطريقه هذه بنينا ظفر جديد بان القدرات على اعاده بناء خلايا الجسم من جديد، ثم بناء الكلى من جديد، بناء الكبد من جديد، بناء الدوره الدمويه قويه من جديد مع تنقيه الكلى وتنقيه الدوره الدمويه وانزال الكوليسترول والتريغليسيريد الى سيدوريك، هذا من الفرص المهمه جدا. هذه الوصفه هائله، نضيف وصفه ثالثه حتى نضبطوا العمليه الثلاثيه ديال علاج البرد ونزلات البرد، هو الثومه مشويه قوي لب. عندنا الناس كانت عندهم الضيقه قهرتهم، كاين اللي عنده اكثر من 10 سنوات ديال الضيقه، عن طريق الثوم مشوي تنشوي في القشر ديالو فوق العافيه مزيان، تنديرو قطيب حديد والثومه تنديرو جوج ثلاثه تنشويهم بحال تنشويو الكبده ولا تنشويو الكفته، وملي تيصفروا مزيان خلوهم يبردوا
نحيدوا القشرات، نحيدوا القشره ديال من الثومه، تنقسموا على جوج، تديروا قويله مع زويته وعسيله جوج ثلاثه مرات في النهار مع 9 الصباح مع العصر ومع 9 الليل، وتستعمل لمده 3 إلى 5 أسابيع، كاين 3 شهور، كاين الناس اللي الدقه مشات بدليل اسلوب ضد الالتهاب، وعاون كثير من الامعاء كان فيها الدم او كان فيها الدود او كان فيها انتفاخات وعياءات ما بقاتش. كثير العيالات اللي داروا هذا الثوم مشوي قويلب عالج لهم الدوره الشهريه اللي كانت مضطربه، او تجي الدوره الشهريه بالالم، او العيالات اللي عندهم بلغوا 50 60 سنه مازال تجيهم لي بوفيت شالوغ، ما بقاش لي بوفيت شالوغ بداك الحده، فخفاف عليهم الامر بدليل الثومه مشويه قويلب عطات نتائج هائله جدا ضد الالتهاب والعياءات الجسم، وتخففت الالم الجسم، اذا فتمكن عالجوا به الحساسيه. وكثير دابا ديال الناس اللي تبعوا معنا كان عندهم الحلقه عند وليداتهم، بحال واحد دكتوره في الصيدله عيات من لي زونتيبيوتيك لولدها، فملي استعملت قويلب ديال الثومه الربيع جوج ثلاثه مرات في النهار كان عنده الحلاقم، الحمد لله من بعد 3 أسابيع الحلاقم مشاو. وتعجبات، الغريب هو انه اختصاصيه في الصيدله عندها دكتوره، وقرات على 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 الاعشاب وقرات على البصل، ومازال تيستغربوا حيت ما مولفينش تيعيشوا الحياه الطبيعيه ويعيشوا هذه المواد الطبيعيه. هذه فرصه لاثاره الانتباه حتى اننا نعيشوا الطبيعي ونرجعوا للطبيعي. كنا تنجحوا خصنا نبقاو نجحوا، فمن اكتشفنا الكيماوي لقينا على ان مرضوتيته ضعيفه، ولكن هذا ما تيعنيش على انه ما نزيدوش نبحثوا ونقلبوا ونسولوا حتى نزيدوا وعي وفهم وضبط. اذا هذا اسلوب زيت الزيتون فيها الثومه تنقدوها، لما الثوم عنده التونسيون تتنزل يستعمل زيت الزيتون بوحدها ماشي مشكل، ثم عندنا البصل والعسل او البصل والماء بالنسبه لما اللي عنده السكري، او البصل والعسل اللي ما عندهمش السكري، ثم قويلب ديال الثوم، وهكذا نقدروا ضربتنا عمليه اساسيه. بالنسبه للبيبي باش ما تفوتناش هذه الفرصه، كثير دابا الاطفال ملي تيكون عندهم هذا النوع من الحساسيه اما اقل من 6 شهور واما اكثر من 5 سنين، تنغليو شويه الماء كفايه، تنعمروا البينوار ديال الوليد، وتنعصروا بصله، تنحكوها في الحكاكه مزيان، تنخلطوها مع الماء بصله حتى لجوج، وتنعوموا هذا الوليد هذا مع الصباح مع 9 وفي العشيه مع العصر 5 د العشيه، ثم عند النوم، وتندهروا له بزويته الزيتون، تقراوا آية الكرسي سورة الرحمن، وتنلبسوه مزيان بعد ما تنديروا له ما تنغسلوا، تنديروا له حمامة البصل، وتنديروا له قويلب ديال الثومه ملي تيجي ينعس، وهكذا قويلب ديال الثومه ربيع جوج ثلاثه مرات في النهار، اميها وبصيله حمام، ثم زويته الزيتون غير هنا في هذا الكرسي نسدرو ونربطو ونلبسوه مزيان باش ينعس. هذا اسلوب تنقضيو على الاستعجالات في الحساسيه ديال الجلد، في الحساسيه ديال النيف، الحساسيه ديال الصدر وفي السعال. هانتوما لاحظتيو باش اشتغلنا بزويته عسيله ثومه بصل وماء، اذا الا كان العلم حاضر هذو كلهم سي دي ديزانفيكتون، هذو كلهم ضد الالتهابات، هذو كلهم تحيدوا الحساسيه وتحيدوا العياءات الجسم، هذو كلهم ضد التعفنات وضد كل المشاكل اللي يمكن لها على انها تسبب الالتهابات وعياءات. اذا فما يمكنش نعيشوا حياه سليمه من الامراض الا ما كانش هذه المواد الطبيعيه، فالله تعالى يسرها.